التاني هتنطي لي عندهم؟ انا مش فاهم ايه الحب اللي هبط فجأة عليكي كده. او انت كده بقى بتفكريني بالمرحوم امي؟ دول اهلك برضو يا سيف، وبعدين عايزني في ظروف زي دي ما اكونش واقفه جنبهم؟ لا ازاي، يا سلام، ده واجب. ويا ريت كمان تعملي زي مرحوم امي وتكتبي لهم حاجه من املاكنا. انا مش عارفه انت جايب قلبك ده منين. لا يا اختي، انا قلبي مصنعيه مش جاهز. هو ده اللي بناخده منك، الهزار وبس.
هتفضلي قاعده وحاطه ايدك على خدك لامتى؟ ايه مش عاوزني كمان احزن على امي؟ لا احزني زي ما انت عايزه، لكن احنا كمان لازم نشوف مصالحنا. مصالحي؟ انت عايز حاجه؟ انا عايز اطمن على حقك. حقي؟ قصدك ايه؟ هي والدتك مش سايبه ورث، نصيبها في البيت اللي سابه والدك وذهبها وفلوس في البنك. اه في حاجة؟ في حاجات، في اعلام وراثة وفي تركة لازم تتقسم بينك وبين اخواتك. ايوه بس انا ما بفهمش حاجة في الحاجات دي، بابا الحاج هو اللي هيعمل كل حاجة. انت كل حاجة تقولي بابا الحاج، بكرة بابا الحاج ده هياكل حقك انت واخواتك زهرة ونجوى. اشمعنى يعني زهرة ونجوى؟ ما انا ليا اربع اخوات تانيين. انت وزهرة ونجوى مش بناته، لكن الاربعة التانيين بناته. بابا عمره ما فرق بينا وبين بناته، احنا السبعة كنا بناته. اقعدي انت بقى اعملي الشويتين دول لحد ما تطلع من المولد بلا حمص. نبي حمدي انا مش فايقة لك دلوقتي، انا فيها اللي مكفيني وفلوس الدنيا كلها مش هتعوضني امي. بس انا بقى مسؤول عن حقك، وحقك ده يعني حقي، وانا لا يمكن اسمح لاي حد ياكل حقنا. تاني يا حمدي تاني، انت مش مكفيك اللي حصل، انت عايز الحاج يزعل منك تاني. يزعل ولا ينفلق، انا لا يمكن اسمح لاي حد يكوش على حاجتك. فاهمه يا مستكة؟ صباح الخير. ما قلتليش عملت ايه مع فيفي في موضوع استيراد وتصدير اصناف العطار؟ اسكت يا سيف، سيف فيفي في حالها، انت ما تعرفش حصل لها ايه. اه صحيح، ما انا عرفت. ده ايه الحظ النحس ده؟ انا مش بتكلم على حظها، بتكلم على حظ انا. ايه يا عيشة؟ نجوى يا عبده. ايه مالها نجوى؟ عايزه تسيب البيت وتروح تقعد عند حد من اخواتها. لازم حد زعلها. ولا حد داس لها على طرف، هم اولاد بهية كده كل يوم بحال. وهي فين دلوقتي؟ جوه يا اخويا في اوضتها. تلاقي البنت اللي اسمها ايه دي هي اللي وزتها. ما هي البنت سماح دي طول عمرها ماشيه ورا جوزها. سماح مين يا خالتي؟ دي نجوى. لو بتعرفي تقري كنت كتبتهم لك على الحيطه. ما انت عارفه طول عمري اكلتي ضعيفه. ايه الشنطه دي يا نجوى؟ انت مسافره حبيبتي ولا ايه؟ لا يا بابا. امال رايحه فين؟ مفيش، رايحه اقعد عند زهرة اختي. اه يعني تقعد عندها كام يوم وماله؟ لا انا هقعد عندها على طول. اقدر اعرف ايه السبب؟ يعني ايه؟ يعني خلاص انا شايف انه وعدي هنا ما عدلوش لزوم. يعني ايه وعدي هنا ما عدلوش لزوم؟ اللي كنت قاعده عشانها هنا خلاص ماتت. وانت كنت قاعده هنا عشان مين؟ عشان ماما. بس ما تجاوبيني، سكتي ليه؟ جاوبيني، عشان ماما بس. مش عارفة اقول ايه يا بابا. اديكي قلتيها، اديكي جاوبتي، قلتي يا بابا. انا يوم ما اتجوزت امك انت وزهرة وفاطمة بقيتوا ولادي بجد. انا اول مرة اسمع كلمة بابا منك انت واخواتك. ففي بنت عاقلة زيك تسيب أبوها اللي بيحبها وما قدرش يستعنها؟ في بنت عاقلة زيك تسيب إخواتها اللي أصغر منها اللي محتاجين لحبها وحنانها؟ نجوى أنت بنتي حبيبتي، ما قدرش يستعنى عنك في يوم من الأيام، فحرام تحرقي قلب أبوكي بعد العمر ده كله. حبيبي يا بابا. تفضي الشنطة. ها؟ يلا حبيبتي فضي الشنطة. ايوه بس انا عايزه اعرف هم شالوك ليه؟ بتسالين انا؟ الله، امال اسال مين؟ اسالي نفسك، امال انا اتجوزتك ليه؟ يعني ايه بقى اتجوزتني ليه؟ مش فاهمه. لا يا حبيبتي لازم تفهمي كل حاجه، واكيد اللي اسمه سالم مأمون ده اللي اخد مكاني جه من ورايا ودفع لك. انا لا اعرفه ولا عمري شفته. امال فين سرك الباتع يا شيخه فوتنا؟ لا يا حبيبي
انت اللي يظهر بقى خيبتك تقيلة، محدش يقدر يشيلها. ده اللي اتفقنا عليه يا حبيبتي، مش كفاية اني ضحيت بسمعتي واتجوزتك؟ ضحيت بايه؟ سمعتك؟ سمعتي يا ابو سمعة. نعم سمعتي يا ابو سمعة. انت ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ وازاي تكلميني بالشكل ده؟ برد على كلامك. انت ايه فاكر اني هخاف منك؟ اذا كنت فاكر ان انت اللي ضحيت تبقى موهوب. انا اللي ضحيت وما اتجوزتك كان زماني عايشة ومتهنية مع الراجل اللي انا بحبه واتمنى تراب رجليه. مين ده؟ مش مهم تعرف مين، لكن اللي لازم تعرفه ان انا عمري ما حبيتك ولا طايقة اشوف وشك. بكرة تندمي على قلة ادبك دي. انا ندمت عشان اتجوزتك، ويا ريت يا ريت بقى توريني عرض كتافك. انت طالق طالق طالق. الله اجمل كلمه سمعتها منك. هو ما قالكيش هو عايزنا ليه؟ لا كل اللي قاله ان احنا الاثنين لازم نبقى مع بعض. يعني هو طلب منك ان انا ابقى موجود؟ الله امال انا بقول ايه؟ ده حتى اكد على زهره ان عبد الفتاح يبقى معاها. زهره وعبد الفتاح؟ يا دي زهره وعبد الفتاح. اهلا بيكم يا اولاد. انتوا طبعا ما تعرفوش انا جامع كل النهارده. احنا قلنا اننا وحشناك يا حاج وعايز تشوفنا. انتوا وحشيني على طول وعمركم ما بتفرقوا بالي. وحضرتك والله يا بابا عمرك ما بتفرق بالي. ربنا يخليك يا زهره ولا ما يحرمنيش منكم كلكم ويبارك لي فيكم. ايه الموضوع المهم يا حاج اللي انت جايبنا علشانه؟ مستعجل قوي يا حمدي. معلش يا حاج اصل انا ورايا مواعيد شغل يعني. يا ابني النهارده الجمعه والمكتب قافل. وحتى لو ما كانش النهارده اجازه يا حاج وحد يطول يقعد معاك. معلش يا بابا ما تاخذهوش والنبي، هو اصله دايما كده متكهرب على طول ما بيعرفش يقعد في حته كتير. ما انت عارف يا بابا حمدي ما يقعدش في قعده لما يكون له فايده. جرى يا ست نجوى انت تقصدي ايه؟ على العموم انا مش هعطلكوا كتير، بس قبل ما ندخل في الموضوع كلنا نقرا الفاتحه على روح المرحومه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الضالين آمين. أنا عارف إني تأخرت عليكم في موضوع إعلام الوراثة، بس كان غصب عني يعني. اللي حصل كان فوق طاقتي، إرادة ربنا. بس قبل ما أوزع عليكم التركة عايز أقول لكم إن في حاجات أنتم ما كنتوش تعرفوا عنها حاجة. حاجات؟ حاجات زي إيه يا بابا؟ يعني كان في فلوس وشهادات استثمار. قد ايه حاجه كده تقريبا؟ هتعرفوا كل حاجه في اوانها. بس طبعا سماح وهنيه ومنى وجميله ليهم نصيب في التركه زيكم تمام، وانا كمان ليا نصيب. طبعا يا بابا دول اخواتك. طبعا يا بنتي، بس الحمد لله انا يعني ربنا اداني من واسع، فسماح وهنيه ومنى وجميله هطلعهم من التركه وكل حاجه هتبقى ليك يا زهره انت وفاطمه ونجوى. لكن ده شرع الله يا حاج. ايوه وكل واحد لازم ياخد حقه. جرالك يا زهره، ما الحاج اهو تنازل برغبته. انا يا ابني صدقوني لو انا كنت محتاج الميراث ده او حسيت ان بناتي محتاجين الميراث ده كنت هقول لا، لكن الحمد لله ربنا مديني من واسع، وكمان اخواتك دول هعوضهم عن نصيبهم معاكم. الله عليك يا حاج، طول عمرك ابو الشامه والكرم. ربنا يخليك. وانت ابو ايه بقى؟ خد كمان انت بقى. خلوهم يجيبوا لي قهوه. حظك اليوم تستمع الى اخبار سعيده يا رب. مالها فيا الندل اللي اسمه جلال؟ معلش شد حيلك وربنا هيفرجها باذن الله. طب والمصيبه اللي انا فيها دي؟ انت ما جبتيش معاكي محامي؟ هو انا لحقت؟ خلاص ما تشيليش هم، انا هقوم لك اكبر محامين في البلد. ما نحرمش منك يا عبدو،
حي انت راجل ولا كل الرجال؟ ما تقوليش كده، انت جمايلك مغرقاني من ساس الراسي. يا ريتني كنت اقدر اعمل اكتر من كده، انت تستاهل كل خير. الله يخليكي. انا خلاص، انا وصيت العسكري وكل يوم هبعت لك الاكل لحد هنا، مش عايزك تشيلي هم اي حاجه. انا بحبك يا عبدو وهفضل طول عمري احبك. سمعتي الناس بتقول ايه؟ قال سي عبدو سايب حاله وماله وقعد جنب البت فيه في الرقاصه. عبدو انا مش مصدقه. لا يا اختي صدقي، اللي قالوا لي الكلام ده ناس انا اثق فيهم جدا، ويكون في علمك بيقولوا لي كل يوم بيشوفوه داخل خارج من النيابه عندها. نيابه؟ نيابه ليه؟ ايه اللي حصل؟ هو انت ما درتيش يا سرية هتفضلي نايمه على ودانك كده على طول يا اختي؟ البت فيه في الرقاصه مسكوها. مسكوها؟ اه مسكوها ليه؟ اصل البت المجنونه قالت بتلم فلوس من الناس. انا مش فاهمه اي حاجه. مش فاهمه ايه يا سرية؟ ما قريتيش الجرانين يعني؟ ده حاطين صورتها قد كده. اه ما انت ما تعرفيهاش. هفكرك، فاكره يا بت يا سرية لما كنا بنعزي سعد في مراته الله يرحمها؟ مش كان في بت طويله كده قاعده قدامنا وبيضه وشرحه كده ما نزلتش عينها من عليكي؟ ايوه افتكرتها، فاكراها. هي دي فيفي الرقاصه بقى. دي حلوه قوي. هو ده اللي همك انها حلوه؟ طب ما انت كمان حلوه يا اختي. ما تتصوريش هي صعبان عليا دلوقتي قد ايه. اكيد عبد الرحمن هيقف جنبها لانه انسان شهم ونبيل، وانا متاكده ان عبد الرحمن ما ينساش الناس اللي يعرفه. لا احترت فيك يا سرايا يا اختي، نفوخي. حكمت المحكمه حضوريا على المتهمه فهيمه علي المغربي الشهيره بفتنه بالسجن 10 سنوات ودفع مبلغ 3 ملايين جنيه غرامه. اظن بقى يا حبيبه قلبي سعبده دلوقتي خلاص ما عندوش حجه. مراته الله يرحمها وماتت، حتى البيت الرقاصه اللي كنا عاملين حسابها اتكلت على الله ودخلت السجن. مش عارفه في ايه تاني ناقص. يا سلام، ده انت ما بترديش عليا يا سراي. يكونش كلامي مش عاجبك؟ نرجس عبده اكتر واحد بيفهم في الاصول كويس قوي. اصول؟ ولما هو بيفهم في الاصول ما كتبش عليك ليه لحد دلوقتي؟ يعني ايه؟ عبده مش عايز يتجوزني؟ يكون في علمك يا نرجس عبده ما حبش واحده في الدنيا قد ما حبني، ولا انت عندك شك في كده؟ والله بقى انا ماليش دعوه، وبصراحه ما اقدرش ارد على سؤالك ده. ليه بقى؟ عشان انت اكتر واحده تجاوبي عليه. انت اللي تقدري تحسي بيه عشان بتحبيه، وتقدري تعرفي بيضحك عليكي ولا صادق معاكي. بس انا متاكده من حبه. طب ليه ما اتجوزكيش لحد دلوقتي؟ من عالم يا نرجس، يمكن لسه ما انش الاوان. لسه ايه يا اختي؟ ما انش الاوان؟ لا اله الا الله. بقى بعد العمر ده كله والحب اللي بينكوا والسنين والمشاكل كلها اللي على يد دانا تقولي لي ما انش الاوان؟ هيقول امتى يا سرايا؟ لما تبقوا على المعاش يا اختي؟ انا لا يمكن اطيق العيشه بالشكل ده. لما انت عايز تعيش حر وتعرف دي ودي اتجوزتني ليه؟ ما هي دي المصيبه يا ست هانم، دي المصيبه. مش انا اللي اتجوزتك، مش انا. امي هي اللي فرضتك عليا. تقوم تبهدلني وتعذبني كده؟ انا ما بهدلتكيش، غيرتك دي هي اللي معذباكي. دي مش غيره، دي كرامه. اسر الكلام، انت عايزه ايه مني دلوقتي؟ عايزك تكون راجل كويس وتراعي ربنا في اولادك وفيا. انت هتمشيني على كيفك ولا ايه؟ لا يا ست هانم، انا ما حدش يحاسبني، ما حدش يقول لي رايح فين وجاي منين. وانا لا يمكن اقبل الوضع ده. خلاص انت حره بقى. دي مش طريقه تفاهم يا سيف، احنا بنتكلم عن حياتنا ولازم نلاقي حل. انا بقى ست هانم ما عنديش حلول، دي حياتي ومش هغير فيها اي حاجه. مش كفايه اني عايش معاكي مستحملك؟ لو سمحت يا سيف، لازم يكون في حدود للكلام بينا، مش علشاني، على الاقل علشان ولادك. ما هو علشان الاولاد دول لازم تستحملي وتقفلي بقك. ما انا قافله بقي من زمان وما بتكلمش، ضايقه الذل والمر معاك وبقول علشان ولادي. لكن من النهارده انا هتكلم ولازم تسمعني. الله 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 الله، ده هتعلمنا نعلي صوتنا ونزعق اهو. هو انا بطلب منك المستحيل؟ انا كل اللي طالباه منك انك تحترم الارتباط اللي بيننا، تحترم ان ام ولادك. ارتباطك بيا انا مش عايزه، كونك بقى ام ولادي دي ليها الف حل. تقصد ايه؟ اللي قلته ملوش معنى واحده ست هانم. بقول لك ايه يا بنت الناس، انا استحملتك كتير قوي، مش هقدر استحملك تاني بعد كده. مش حبك، مش طايقك. انا الاوان بقى اقولها لك في وشك. روحي ودي. اوعى تنطق، اوعى تكمل. انا بقى اللي هقولها لك. مش طايق اعيش معاك.
مستنيه ايه؟ مع السلامه. هو انت فاكر يعني ان انا لما اخرج من هنا هخرج من الجنه؟ انا هخرج من السجن اللي انت حاططني فيه. ده انا عشت معاك اسود ايام حياتي. ولسه ياما هتشوفي. يلا يا اختي، يلا لم هدومك، لم هدومك وعين على كتافك. انا همشي بالهدوم اللي عليا، مش عايزه منك غير حاجه واحده بس. اه طبعا يا حبيبتي، عايزه ذهبك والماظك، خديهم في 60 داهيه انت وهم. ذهب ايه والماظ ايه اللي بتتكلم عليهم؟ انا عايزه ولادي. نجوم السماء يا رب، اعمل فيا كل اللي انت عايزه، بس سيب لي ولادي. انت من النهارده بقى ميته بالنسبه لاولادك. سيب لي ولادي يا سيف، سيبهم عشان مصلحتهم. مصلحتهم معايا انا مع ابوهم؟ لو حطيتيلي الدنيا كلها في كف ولادي في كف، هختار ولادي. انا عايش معاهم هنا ان شاء الله حتى اكون شغاله ليه. انا ما شغلتش اشكالتي عندي. يلا بقى اطلعي بره. اتقي ربنا يا سيف، اتقي ربنا في ولادك. بقول لك ايه، من النهارده مش هتلمحيهم، فاهمه؟ مش هتلمحيهم، اطلعي بره. ابوس رجلك تسيب لي ولادي. حتى لو بص رجلي مش هتشوفيهم. قومي اطلعي بره، اطلعي بره. يا ساتر، كابوس ونزاح. ايه ده يا بابا؟ هو انت لسه ما خلصتش؟ كامل قاعد مستنيك بره. قاعد في الشارع يعني؟ صبرك بالله، قربت اخلص يعني. طب بسرعه بسرعه عشان خاطري يا بابا. ايه، خايف يرجع في كلامه وياخد بعضه ويجري؟ ايه ده، هو يقدر؟ ده انا كنت اجيبه من رقبته. يخرب عقلك، ده انت واضح باديه بدايه يعلم بيها ربنا. روحي قدمي له حاجه. ما هو شارب يا بابا. يشرب تاني، ده بكره ياما هيشرب. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ الحمد لله مش قادر. يا خبر، انت عايز عمته تزعل منك؟ عاوزها تقول ايه؟ ان المهلبيه بتاعتها وحشه؟ اتفضل كل المهلبيه دي كلها، واول ما تشوف عمته تقول لها ان المهلبيه دي احلى مهلبيه اكلتها في حياتك. حاضر. في حاجه كمان، اول ما بابا يجي اي طلب يطلبه منك ما تنقشوش فيه، مفهوم؟ حاضر، بس افرضي طلب مني مهر كبير. انت مش قلت لي ان انت غني ومبسوط جدا؟ ايوه، بس مش زي ما حضرتك فاكره. يعني ايه؟ بتضحك عليا يا استاذ؟ لا انا والله العظيم ما اقدرش اضحك عليكي، بس الظاهر انت فهمتي غلط يعني. خلاص ولا يهمك، لو ما قدرتش تدفع انا هساعدك عشان تعرف قد ايه انا بحبك. بس انا بحبك اكتر. لا لا، انا بحبك اكتر والله العظيم، انا بحبك اكتر. بقول لك انا اكتر. السلام عليكم. أما نكتة نكتة عريس مونة ده. والله أنت ربنا يديك الصحة يا خالتي، ده أنت اللي نكتة. مونة إيه؟ ده جاي النجوى. نجوى مين؟ الله، ده أنا كنت فاكرة جاي لسماح. يا رب يا خالتي يسمع منك ربنا، أشوفهم كده كلهم عرايس ومتهنيين في بيوتهم يا رب. بالك الأوضة اللي هناك دي؟ بصي يا بنتي يا عيشة، الأوضة دي دي اللي كتب فيها كتابي على ابوك الله يرحمه. قولي لي يا خالتي، عملوا لكم فرح؟ اللي عملوا لنا امك الله يرحمها، من يمتها ما كانتش الدنيا سايعاه، عملت لي فرح ولا الملكه نازله ولا الملكه طالعه في انواع. ولا الاكل، الاكل عجول وخرفان، مش معزومين، مدبوحين. يا سلام، نينا عملت لك كل ده؟ لا بكدب عليك، اصل انت ما تعرفيش نينتك واموريت. يا سلام يا سلام يا سلام. غريبه قوي الكلام اللي انت بتقوليه ده على لينا يا خالتي. ما غريبه الا الشيطان، انت ما تعرفيش نينتك سيده ابدا ابدا. صح، انا ما اعرفهاش زيك ابدا ابدا. هما غابوا كده ليه؟ ناموا جوه ولا ايه؟ لا، والبنت هناك قاعده معاهم، مش تتكسف زي العرايس وتطلع تقعد بره؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي عليا. انا كنت مكسوف اكسوف. يا خرابي يا خرابي، عملت عمايل. لا قولي لي قولي لي يا خالتي، عملتوا ايه؟ فضل تجري وسيدي يجري، انا اجري وهو يجري، قطعت نفسه. اللي تقضيتوها جري؟ الحمد لله اللي ما اتجوزتش. شوف يا كمال يا ابني، انا مش هطلب منك حاجه زياده يعني، للناس بتعمله تبع الاصول هعمله معاك عشان ما اظلمكش وما اظلمش بنتي. قلت ايه؟ هو انا ايوه. اللي حضرتك هتطلبه منه يا بابا هو هينفذه بالحرف الواحد. جرى ايه يا بنت؟ هو انت العريس ولا العروس؟ هو انت العروسه ولا العريس؟ ما احنا الاثنين واحد يا عمي. لا يا ابني لا، واحد ايه انتوا الاثنين؟ الكلام ده لما تتجوزوا ويتقفل عليكم باب اوضه واحده،
طول ما نجوى هنا في بيتي هي حاجة وانت حاجة. على العموم يا عمي ان شاء الله احنا مش هنختلف. وانت تقدر تختلف؟ انا مش قصدي حاجة. جرى يا بنت؟ انا مش فاهم انت قاعدة معنا ليه؟ اخرجي اخرجي عشان اعرف اتكلم مع الراجل. انا بس يا بابا خايفة لا يلخبط في الكلام. وانت هتلخبط؟ لا والله العظيم يا عمو انا ما اقدرش الخبط. وبعدين اطمني انا هعمل كل طلبتيه مني وقلت لي عليه بالكلمة وبالحرف. يا سلام يا سلام. ايه الجوازة اللي ماشية بالمقلوب دي؟ عمتي 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 خير. خلاص كل حاجة خلصت يا مسبتي. فركش الجواز ماني قلت البنت فاطمة دي مش هتجيبها لبرا ابدا. حيلكو حيلكو حيلكو. انا قلت خلاص بابا وافق. يا مسبتي يا مسبتي زغرتي يا خالتي. مش قادرة يا عايشة لكن عاملة حسابي. اهي سفاري ادخل. تمام يا فندم مستنيين اهي. طيب اخرج انت. ازيك يا فيفي؟ الحمد لله. طمنيني عامله ايه؟ انا دلوقتي ماليش غيرك في الدنيا. فيفي انت تأمري وانا تحت امرك. تسلم لي ان شاء الله ما نحرم منك ابدا. ولادك عاملين ايه؟ الحمد لله ربنا اكرمني فيهم قوي. ونجوى اتجوزت ما شاء الله. انت طول عمرك قلبك كبير وشايل هم بنات مراتك قبل بناتك. ايه بنات مراتي؟ كلهم بنات يا فيفي. عشان كده ربنا اكرمك فيهم. انت مش كنت قلت لي ان في واحده فيهم هتبقى دكتوره؟ اها قصدك سماح. بسم الله ما شاء الله السنه دي بكالوريوس صيدله. لازم تفتح لها صيدليه يا عبد. مفيش احسن من الشغل الحر. شوف انا قلت لها اللي هي عايزاه انا هنفذه لها. واخر العنقود عامله ايه؟ جميله دي عليها شقاوه وعليها خفه دم. مش لانها بنتي لا بجد نفسي تشوفيها طول النهار تعمل مقالب في اخواتها. ومنى بسم الله ما شاء الله اعدادي هندسه ما شاء الله. انت كنت قلت لي ان في واحده على اسم والدتك. اه هنيه. هنيه دي بقى ملك لوحده بس شاطره في الدراسه ما شاء الله. ربنا يبارك لك فيهم. فيفي انا عايزك يكون ايمانك بالله كبير وما تفكريش في اي حاجه وحشه. انا مش عارفه يا عبدو مش عارفه بعد ما اخرج من هنا هعمل ايه. انا ما بقاش حلتي حاجه. يخص عليك يا فيفي كل اللي املكه ده ملكك انت ولك فضل كبير فيه. انا هعيشك طول عمرك معززه مكرمه. حتى لو انت اتجوزت فيفي اللي بيني وبينك ما يفرقوش الا الموت. بحبك يا عبدو وعمري ما احب حد غيرك أبدا. بس ما تعيطيش هو الحب يخلي الواحد يعيط؟ غصب عني يا عبدو. انا لو لفيت الدنيا مش هلاقي راجل زيك ابدا. لا 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 لازم اشوفك النهارده. انت هتسيع عليا من اولها. ما انا فاهمك وهرشك كويس. طب وايه اخر الكلام في التليفون؟ اقول لك انا نشوف بعض نقابل بعض. طب يا سيد مع السلامة. حضرتك انت فالح فيه؟ نشوف بعض نقابل بعض. صباح الخير يا بابا. يا ابني مش كده يا ابني مش كده. هو انا كل ما اكون طالع ولا نازل الاقيك ماسك التليفون؟ حرام عليك ودانك دي ورمت. انت كنت فاكر البنات هيخلصوا؟ مش كده ده احنا اللي هنخلص وهم اللي هيفضلوا. ما انا عشان كده عايز اسيب لهم ذكرى كويسه يا بابا. طب سيب ذكرى كويسه يا اخويا في الكليه. شوف بقالك قد ايه مبلط في سنه تانيه مش قادر تعدي منها. ما هو انا مش عارف ليه سنه تانية دي عجباني قوي يا بابا. فاكر يا بابا؟ فاكر سنه تانية ثانوي؟ فاكر قعدت فيها قد ايه وما كنتش عايز اسيبها؟ انت بتتريق يا ولد. روح شوف بنات عبد الرحمن عاملين ايه. بسم الله ما شاء الله فيهم بنت السنه دي هتتخرج وتبقى دكتوره. ما انت عندك ماجد يا بابا. ماجد رفع راسنا كلنا. يا سلام يا اخويا. هو انت يعني هتشتغل بشهاده اخوك؟
يا ابني شد حيلك وخلص، انا محتاج حد منكم يقف جنبي. انا يا بابا هقف جنبك، هتجيب لي بقى الكمبيوتر. اهي اهي ومقام البدوي اهي، بطه اهي بريشها ومنقرها، وهي البركه هي هتنط فيها. نصره كبيره يا فاطمه وهتاخد الشهاده. ايه يا خالتي نركز بقى مع بعض شويه، سماح هي اللي بتاخد الشهاده، فاطمه ربنا يهدي سرها يا رب ويسعدها، اتجوزت وخلفت من زمان. ايوه 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 سماح اهي، حتى البطه بجناحها اهي اهي اهي، اصلاحها اهي وشهادتها اهي. بس مجموع كام؟ انا مش شايفه المجموع يا عبوده، شوف انت برده مش باين كويس. ايه عيشه هي مش معاها الموبايل، ما اتصلتش ليه؟ انت قلقان كده ليه يا عباد؟ ايه قلقان؟ ابن انا قلقان يا ولاد؟ قلقان من ايه؟ قلقان من ايه بعد الشر عليك؟ العريس جاي، وين ما جاش انا ليا صرفه مع عمه يا اختي. عريس ايه بس ياما؟ لا النهارده اعلان النتيجه بتاع البكالوريوس بتاعها، وعايز اطمن عليها. ربنا يطمنك عليهم يا رب يا اخويا، بس انا عايزاك ما تقلقش، سماح شاطره، دي بتاخد مرتبه الشرف ومخده الامتياز كمان. طب ما تكلميها على الموبايل. ده انا قلبي بياكلني عليها اكتر منك، طلبتها قالت لي لسه معلقوهاش. هي مين اللي معلقوهاش؟ اللحمه يا خالتي. بكام بكام؟ خلينا في المهم ياما، قولي لي منى راحت معاها؟ منى مين يا عبود؟ منى بنتي ياما. يوه هو اتخلف؟ انا محرق. ايوه صح، ده انت مخلف. في يا عبود؟ ايه يا ابني انا بقيت بنسى الايام دي. كلنا بقينا ننسى يا خالتي مش بس انتي. لا يا حبيبي، سماح اخدت معاها هنيه، ومنى راحت تشوف التخصص بتاعها في الكليه. هنيه راحت معاهم؟ ايوه يا خالتي، عندك مانع؟ انا رحت معاهم وكمان من غير ما تقولوا لي. ده كلام؟ يا لهوي، ده انت رحت لبعيد قوي قوي يا خالتي. قولي لي منى مصره برضو تتخصص كمبيوتر؟ وقعت يا يا ودني. ايا جت منين دي؟ تعالي تعالي يا حبيبتي. اضحكوا كده يا بنت، قلت لك ما تعكسيش ستك. ها إيه؟ انت الزهره تطلعي بلوه. انا هكسب يا حسام حسن. الله الله، ايه علاقتها بالكوره دي؟ انا هفهمك يا سي عصام، بشوف حسام حسن في التلفزيون، ويا ويلي يا سواد ليلي يا اخويا لو قفلت التلفزيون. تعالي يا بنتي يا زهره، تعالي تعالي اما اقول لك بتاكلي ايه. انا مش بيت زهره، اسمي جميله. انت زهره جميله، بس هاتي حته كده، هاتي حته لسته. لا انا اكلتي خفيفه يا بنت، هاتي حته. لا يا بنت هاتي حته عشان خاطر هدوقها بس. لا هاتي حته بقول لك، هاتي حته. ها ايه الاخبار يا دكتور؟ فوق ولا تحت؟ زي كل سنه يا لم. جيد جدا، بس افتكرتك هتجيبي المره دي امتياز. على العموم ذاتس اوكي. على فكره السنه دي محدش جاب امتياز في البكالوريوس، انا وسمح بس اللي جبنا جيد جدا في الدفعه. حضرتك دكتور عمرو مش كده؟ لازم انت بقى باشمهندسه منى، تخصص كمبيوتر يعني، على اعتبار مسايكم. الله 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 الله، ده انت طلعت تعرفوا بعض كويس قوي، برافو يا حبيبتي برافو. ما البركه فيك يا فندم، طول ما انت قاعده عمر عمل عمر راح عمر جه. لحد ما عرفتكم بسيره عمر. يلا باي باي. كده برضو يا هنيه تكسفيني قدام عمر. اوكي مش وقت العواطف دلوقتي، روحي كلمي بابا بسرعه لحسن قلقان قوي. ده كلمني 4 مرات ويكلمك انت ليه؟ هي كانت نتيجتي انا ولا نتيجتك انت؟ ما انت عارفه بابا لازم يعرف الخبر الاول من حد تاني خالص عشان ياخد فرصه يفكر ويتكتك ويحدد موقفه. جدع، برافو عليك. يلا حبيبتي انت وهي قدامي، يلا 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 يلا. راحه طيب. يلا عنك انت حاج. اوعى يا الف حمد والف شكر ليك يا رب. ميرسي يا بابا. الف حمد والف شكر ليك يا رب. قال يا بابا انت كنت قلقان عليا بجد؟ قلقان ده ايه؟ انا كنت متاكد انك هترفعي راسي وتجيبي اعلى نمر. طمنيني، هياخدوكي معيده في الكليه؟ على حسب احتياجهم يا بابا. يعني ايه؟ مش ده المهم دلوقتي. امال ايه المهم؟ اوعي تقولي لي الجواز. جواز؟ ايه في حد عايز يتجوزك؟ قولي ما تكسفيش. يعني انت يا بابا مش عارف منى؟ ما انت عارفها غاويه تهريج. ده انا افتكرتكم بتتكلموا بجد. بجد ايه انت كمان؟ هو انتوا يعني علشان شفتوا زميلي معايا مره عملتوا مشروع جواز؟ نتكلم في الشغل. انا نويت اشتغل معاك هنا يا بابا. هنا فين؟ في الوكاله. انا نويت اتخصص في الاعشاب الطبيه، وافتكر اني مش هلاقي معمل لابحاثي احسن من الوكاله. اذا كان على المعمل موجود. بجد؟ فين يا بابا؟ معمل جدك فوق السطوح، انا كمان عملت فيه شويه زيادات كده،
وفي مكتبه بقى هتنفعك قوي يعني، واذا قابلتك حاجه مش عارفه تفهميها انا اشرحها لك. مش احسن بابا يفتح لك اجزخانه؟ اذا كان على اجزخانه مستعده افتحها لها من دلوقتي. يا بابا يا حبيبي انا قررت اتخصص في الاعشاب الطبيه. ايوه يعني هتعبي الحاجات اللي بتقولي عليها دي في ازايز وتبيعيها. وانت تعرفي انت ايه عن الاعشاب الطبيه؟ ده علم كبير قوي ولا ايه يا حاج؟ اه طبعا احسن الوصفات المعموله من الاعشاب والنباتات الطبيعيه. بس العلم فوق كل شيء يا بابا. يا بنتي ربنا علم الانسان ما لم يعلم، يعني اراده ربنا فوق كل شيء. عموما ده موضوع كبير قوي نبقى نتناقش فيه بعدين. ايه وانت هنيه نويتي على انهي كليه؟ عايزه اخش كليه الصيدله. يا بنتي ما بلاش كليه الصيدله دي، كفايه واحده. شوفي لك انت خشي كليه الطب عشان الزباين لما يجوا لك تبقي تحوليهم على اختك. لا يا سيدي انا عايزه اخش كليه الصيدله وابقى معاك هنا في الوكاله واساعدك. يا اولاد ده مستقبلكم، وانا مش عايز حبكم ليا يخليكم تضحوا وتعملوا حاجه مش على هواكم. لا يا سيدي انا عايزه ابقى معاك هنا في الوكاله وكمان ابقى مع اخت سماح. ربنا يخليكم ليا ويخليكم لبعض. بس في موضوع كده كنا عايزين نكلمك فيه. موضوع ايه؟ لا ما ينفعش الكلام هنا يا سيباب، لازم نبقى على الطبيعه يا حبيبي. طبيعه؟ انا مش عارفه بس عطارد ايه اللي انت عايزه تشتغلي فيها دي بقى بعد ما تدرسي الدراسه الصعبه دي؟ عاوزه في الاخر تبيعي ينصون وكركديه؟ يا حبيبتي خلي بابا يفتح لك اجزخانه، اجزخانه كبيره على الاقل الشغل فيها هيبقى بالكمبيوتر. يا حبيبتي انت مش فاهمه حاجه، علم الصيدله الحديثه دلوقتي كله مبني عن الادويه الطبيعيه. اديكي قلتي ادويه يعني علم. ما هي برضو الادويه اللي بقول لك عليها دي كلها متجهه للاعشاب الطبيه ولعلمك، مش اي حد يعرف يعملها، لازم اللي يعملها يكون دارس. ايه ده ايه ده يعني انت كمان لسه هتدرسي؟ انا والحمد لله درست جزء كبير قوي منها وان شاء الله حامل ماجستير والدكتوراه بتاعتي فيه. انا يظهر كنت فاهمه غلط، لكن طب ايه بالادويه التانيه دي؟ يعني مثلا يعني لو الواحد اخد قرص فيتامين سي هيبقى مفعوله اقوى واسرع لو الواحد فضل ياكل برتقان وجوافه. انا عايزه اقول لك على حاجه، جزء الادويه الكيماويه يكون ليها مفعول اقوى واسرع، لكن في نفس الوقت ممكن تلاقي لها اثر جانبي. وتفتكري هتقدري؟ بقول لك ايه، انت مش مؤمنه بالعلم؟ طبعا. وانا كمان مؤمنه بالعلم. ما قلتوليش يعني كنتوا عايزين مني ايه؟ عارف يا كانوا عايزين منك ايه؟ عايزين ايه؟ كانوا عايزين يعزلوا. هي البنت المقروضه دي لازقه في ابوها ليه؟ عايزه ايه؟ عايزه ايه يا بنت؟ كانوا عايزين يعزلوا. هما مين اللي يعزلوا يا مقروضه؟ تعزلوا تروحوا فين؟ تقعدوا على قهوه؟ تتجننتوا؟ حقيقي الكلام ده؟ البنت ام مرسال طويل دي مين اللي قالها على الموضوع ده؟ سمعتكم انتوا بتتكلموا في اوضه منى. يا بنت سيبي شعري ما تطفطفيش فيه. بقى انتوا يعني عايزين تسيبوا البيت هنا؟ او في اختيار تاني ممكن اسمعه؟ يعني نعمل شويه تعديلات في البيت علشان يبقى مودرن ويتناسب مع الوقت اللي احنا عايشين فيه، يعني زي نبقى عايشين في عصر التكنولوجيا والكمبيوتر وساكنين في بيت من القرن 19. باختصار كده يا بابا احنا عاوزين نعزل. وهنا ماله؟ ليه عاوزين تعزلوا؟ نعزل نعزل نعزل، انا مش هعزل من هنا، مش هسيب البيت اللي اتجوزت فيه سيدي صالح، فاهمين يا اولاد بهيه؟ دي مش مشكلتنا احنا يا تيتا، ممكن حضرتك تفضلي قاعده هنا. يا اختي وانا اقعد كمان لوحدي وكل واحد فينا يقعد في حته ونشحطط كده على اخر الزمن؟ دي اخر تربيتي فيكو كده؟ عايزين تمشوا وتسيبوني؟ خساره الشرايط التافهه اللي انا بديها لكم والمكياج اللي انا بديه لكم من ورا ابوكم، هقول على كل لا حاجه. وبصي خلاص يا عمته وحبيبته انا بالذات هقعد معاكي، مش هسيبك ابدا حبيبتي. يا اختي يعني مستعرين من البيت هنا؟ لا يا بابا احنا مش مستعرين من البيت، احنا عايزين نسكن في عماره يعني احسن شويه فيها اسانسيرات علشان خاطر حضرتك وعمتي وتيتا. مين تيتا؟ في حد هنا اسمه تيتا؟ او في اقتراح تاني قدام حضرتك؟ ليموني علي. وده يعتبر حل وسط. حل ايه؟ حل وسط. ومين ده اللي هتحلي وسطه يا طويل؟ ايه رايكم لو نعمل شويه تعديلات في البيت؟ يعني قصدكم تغيروا العفش يعني؟ لا يا بابا يعني نعمل شويه توسيعات ديكورات كده يعني. ونبيض البيت كله ونغير السلالم والمدخل اللي تحت ونركب اسانسير. ايه رايك يا عيشه؟ ايه؟ عيشه الراي رايك يا حاج. راي رايكم انتوا، انا طول النهار في الشغل، انتوا اللي قاعدين في البيت طول النهار. خلاص ما دام انت موافق والولاد موافقين انا كمان موافق. وانت رايك ايه يا امه؟
على خير الله. انت هنا يا ماجد؟ انا افتكرتك بره. وحضرتك مش خارج النهارده يا بابا؟ لا انا قلت اريح النهارده. خلاص بقى يا ابني الصحة ما تسمحش. صحة؟ ده انت زي الفل اهو، شباب وزي الفل. انت ما شفتنيش في عز شبابي يا ولد. كنت انزل بالليل ما ارجعش الا تاني يوم. كنت بتروح فين بقى يا سي بابا؟ كنت بروح فين؟ كنت بروح عند ال وانت مالك يا واد يا ليمض انت؟ انت مالك؟ يلا خلص مذاكرتك. فين الدادة بتاعتك؟ الدادة نامت يا سي بابا، قعدت احكي لها الفيلم اللي شفته امبارح، لقيتها نامت. ما شاء الله ما شاء الله، بدل ما هي تنيمك انت تنيمها، حاجة غريبة يا اخي. بابا انا كنت عايز اتكلم حضرتك في موضوع. موضوع ايه؟ احنا مش لينا قرايب برضو. تقصد ايه؟ اقصد ان احنا لينا قرايب، المفروض نزورهم هما يزورونا. وايه اللي فكرك بالموضوع ده دلوقتي؟ مفيش، قعدت افتكر ماما ايام كانت بتاخدني عند عمتي عيشة. امك كانت بتروح تزورهم من ورايا، وعلشان كده بقى انا طلقتها. بابا هي ماما هتفضل عايشه بره على طول؟ بتسال ليه؟ بتسال ليه؟ اصلها بصراحه كده يا بابا وحشتني قوي. لكن انتوا ما وحشتوهاش، سابتكم راحت اتجوزت وسافرت مع جوزها. دي كلمتني في التليفون النهارده الصبح. كلمتك وما قلتليش يا ممدوح؟ ما نسيتش يا احمد. تعالى هنا، انت ايه اللي شغلك قوي كده يعني بموضوع امك ده؟ انا مقصر معاكم في حاجه؟ في حاجه ناقصاك انت ولا اي حد من اخواتك؟ لا يا بابا، لا يا حبيبي، انا بس المساله كلها بصراحه كده، ان انا حاسس ان انا واخواتي يعني احنا كلنا عايشين في جزيره لوحدنا بعيد عن الناس اللي المفروض نعيش معاهم، يحبونا ونحبهم. انت مش ابني ابدا، مش شبهي خالص. الف مبروك على الولاد يا عبدو. الله يبارك فيك يا حبيبتي. يا ترى لسه ما قنش الاواني يا عبده؟ امال انا جاي لك ليه دلوقتي؟ بتتكلم جد؟ انا مش مصدقه. ما حدش استنى قدنا ولا حد حب حبنا. انا هعوضك عن كل ثانيه ضاعت من عمرنا. امتى يا عبده؟ اول ما خلص ترتيبات الجواز. احنا مش ناقصنا حاجه. كان نفسي ابني لك قصر ما تبناش لحد. مش محتاجاه. امال هتعيشي فين يا حبيبتي؟ هنا يا عبده. بس انا كان نفسي اعمل لك بيت ليك انت مخصوص. فاكر يا عبده زمان لما قلت لك ان ماما الله يرحمها كان حلمها لما اتجوز الانسان اللي بحبه اتجوزه في البيت ده؟ الله يرحمها. خلاص يبقى اجهز لك البيت هنا يعني، وزي البنات ما هيغيروا البيت عندي انا كمان هغير لك كل حاجه في البيت هنا. بس انا مش قادره، مش قادره استنى يا عبده. ولا انا قادره استنى، بس لازم اجهز لك شقتك يا عروسه. انا خايفه. خايفه من ايه يا حبيبتي؟ خايفه لكم بحلم وعلى بال ما اتوضب البيت اصحى من الحلم الجميل ده. لا المرة دي اطمني، إن شاء الله حياتنا هتبقى حلم جميل طويل يا رب. بس إيه؟ لا خير خير يعني، أنا مش هقدر أبات هنا كل يوم يعني. أنت مش هتقول للولاد؟ بصراحة ما أقدرش دلوقتي. أمال إمتى يا عبده؟ قريب إن شاء الله قريب.